النهارده هنتعلم بتريك بسيطه جدا ازاي اخلي لون السنان الصفراء لونها ابيض، او ان انا اخلي لون السنان احسن عن طريق الفوتوشوب. في مشكله بتواجهنا كتير جدا واحنا بنشتغل في الصور بتاعت الكلاينتس، خصوصا الصور اللي بتبقى فيها بورتريه وحاجات كلوز فيها سمايل، ان انا ساعات بيكون الموديل بتاعي سنانه صفراء، ودي حاجه مش بتقاد للصوره، لا انا بلاقي انها بتنقص منها، او ان الصوره هيبقى شكلها الطف لو السنان احسن او لونها مظبوط اكتر. دي ممكن تتحل بتريك بسيطه جدا، وطبعا الموضوع ده كان بيعمل لي اريتيشن بحكم انها دكتور سنان اصلا، فقعدت ادور في طرق ان انا اصلح المشكله دي في الصور بتاعتي، ولقيت انها ممكن تتعمل بطريقه بسيطه جدا. هنا في الصوره بتاعتنا دي الموديل جميله وعينيها حلوه وكل حاجه، وكمان والله سنانها حلوه، بس يعني سنانها فيها تنت اصفر كده شويه انا عايز اشيلها. اول خطوه محتاج اعملها علشان اغير لون السنان هو ان انا اعمل سيلكشن للسنان. علشان اعمل سيلكشن للسنان عندي كذا طريقه ممكن اعمل بيها الموضوع ده. اول حاجه عندي الكويك سيلكشن تول. لو انا اخترت الكويك سيلكشن تول دي، انا عن طريقها بقدر ان انا اختار كده، وهي بتحاول تدور على الحاجه اللي انا بعملها سيلكشن، او انها تشوف اخر الحاجه اللي انا بعملها سيلكشن دي فين، وعن طريق ان انا بدوس الت وانا بختار بشيل زي ما انا بعمل كده بالشكل ده، او ان انا لو سايب التول كده من غير ما ابقى دايس على اي زرار معاها فهي بتاد للسلكشن. ممكن الطريقه دي ان احنا نختار بيها السنان كلها، وبعد كده نرجع عن طريق ان انا دايس الت مع الكليك بتاعت الماوس بتاعتي ان انا تظهر علامه النيجاتيف دي، وان انا اشيل الحاجات اللي انا مش عايزها. او انا بحب استخدم طريقه ثانيه للسلكشن اسمها لاسو تول. دي التول اهي بختارها، ودي بعمل بيها سيلكشن عن طريق ان انا بمشي على الحاجه اللي انا عايز اعمل لها سيلكشن. طبعا محتاج ان انا ايديا تبقى اكيوريت شويه وانا بعمل الحاجات دي، او لو انا عندي تابلت زي واكم مثلا هقدر اعمل بيه سيلكشن اسهل، وهقول لكم برده على طريقه ازاي في اللاسو تول دي ان انا اقدر اد سيلكشن عليها، لو في حته فوتها ما خدتهاش اقدر ازودها ازاي، مش لازم اعيد السيلكشن الاول، عشان دي كانت معضله بالنسبه لي ان انا لما بستخدم اللاسو تول دي يا اما هتصيبي هتخيب، بلاقي انها ما ظبطتش معايا من الاول فبعيد السلكشن من الاول تاني. يعني هتاخدوا بالكم ان انا في اجزاء اصلا مش واخدها بالظبط، بس انا هرجع ازودها تاني. انا كده عملت رف سلكشن للسنان، هبتدي اعمل زوم ان بقى علشان اشوف الحتت اللي فايتاني. يعني مثلا في حته هنا فايتاني، علشان ادع السلكشن ده هدوس شيفت. بصوا اول ما ادوس على شيفت هلاقي ان علامه بلس دي ظهرت، ده معناها ان انا ايا كان اللي هعمل له سيلكشن دلوقتي هيتضاف على السيلكشن الاساسي، فانا هختار الحته دي مثلا هلاقيها انها اتضافت عندي على السيلكشن الاساسي. هلاقي عندي هنا برضو جزء ناقصني كده، اختار الجزء ده ازوده معايا هنا. تمام تمام. هنا هلاقي ان انا عندي جزء زياده من شفايفها ظهر معايا في السيلكشن، الغيه ازاي؟ انا بدوس هنا الت. الت لو خدتوا بالكم هيبتدي يظهر عندي علامة نيجاتيف، واختار الجزء الزيادة اللي انا مختاره ده، كده هيتشال من السلكشن. نفس الكلام هنا، طبعا الكلام ده بعمله وانا دايس على الت، ما بشيلش صباعي من عليه، بفضل دايس عليه وانا بعمل سلكشن. برضو كل الجزء ده كان معمول له سلكشن زيادة. هنا الحتة دي ناقص تتاخد شوية كده. طبعا الكلام ده ما تفكرش تعمله في سيشن كاملة، يعني ده لو انت بتصور بورتريه مثلا صوره ولا صورتين فما ممكن تعمل كده، لكن لو انت مثلا عندك سيشن كامله انت مصورها وعايز تعيد فيها كل الكلام طبعا هياخد وقت طويل جدا. هو اصلا كل الموضوع بتاع السنان اقدر ان انا ابيضها واخلي لونها احسن ده كله في السلكشن. مجرد ما انا عملت سلكشن مظبوط خلاص الخطوات اللي بعد كده بتبقى بسيطه جدا. كده انا عملت سيلكشن للسنان. علشان اخد السيلكشن ده واعمل بيه لاير تانية هدوس كوماند جي لو انا بستخدم ماك، او هدوس كنترول جي لو انا بستخدم ويندوز، فكده هيتعمل لي لاير تانية فيها السنان بس اقدر اشوفها بالشكل ده. هعمل اختار لاير واختار نيو ادجستمنت لاير هيو اند ساتوريشن، هدوس على الت واجي عند اللاير بتاعت الهيو اند ساتوريشن دي، الاقي ان ظهر العلامه دي. بصوا هي العلامه اللي فيها مربع وسهم لتحت ده، هدوس عليها علشان اخلي اللاير دي شغاله
اليو ساتوريشن شغاله على اللاير بتاعت السنان اللي لوحدها. يعني دلوقتي لو عدلت في السنان هتعدل في السنان لوحدها من غير ما تعدلي في باقي السوق. اوكي، دلوقتي بعد ما استخدمت اللاير بتاعت اليو ساتوريشن دي وخليتها تشتغل على اللاير بتاعت السنان بس، كل اللي انا هعمله ان انا هقلل الساتوريشن بتاع السنان، لان اللون الاصفر ده هو لون موجود على لون ابيض، فانا لو قللت الساتوريشن هيقلل اللون الاصفر بس. فلو جيت هنا على الساتوريشن سلايدر ده كده وقللته شويه، هلاقي ان لون السنان بدا يبقى لونه ابيض، عشان برضو تشوفوا الفرق كده. ده كانت كده اللون الاصفر ده، لما قللت الساتوريشن شويه بقى اللون ابيض. طبعا ما ينفعش ان انا اقلل السلايدر للاخر واقول ان انا السنان هتطلع عندي بيضه قوي، لان بتبتدي بعد كده يبقى منظرها فيك وشكلها مش حلو، لان كده مفيش لون خالص في السنان، ودي حاجه مش طبيعيه. المفروض ان انا عندنا في الاسنان حتى بنحاول نماتش لون السنان مع لون البياض بتاع العين. فانا لو بصيت كده هلاقي ان تقريبا اللون بتاع البياض بتاع العين ده اراوند اللون ده كده، فانا كده اللون بتاعي ما بقاش اصفر زي الاول، في نفس الوقت ما بقاش ابيض اللي هو شكله فيك ده. ممكن كمان العب في الهيو شويه، لان الهيو لما بيزيد بصوا في ناحيه الازرق بيديني تنت لونه اخضر كده، ولما بميل الناحيه التانية بيديني لون ماجنتا كده، فحاول ان هو اخليه اللون الماجنتا ده شويه الساتوريشن سنه. ممكن كمان ازود اللايتنس شويه، بس يعني انا ما بحبش ان انا ازود اللايتنس دي عشان بعد كده بيبقى شكلها فيك، بس ممكن نزودها مثلا درجه او اتنين كده هيبقى لون السنان شكله عامل كده. لو جينا بصينا على البيفور والافتر، ده كده بيفور ده كان لون السنان في الاول، وبعدين ده لون السنان دلوقتي. وبكده اكون عرفت ازاي اغير اللون الاصفر بتاع السنان، او ان انا ابيضها عن طريق الفوتوشوب بطريقه سهله جدا. يا رب تكونوا استفدتوا معانا، استنونا في فيديوهات تانية من CBC.